بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء إنما كنتم منطلق على حضراتكم شوطنا أيضا. المنطلق في هذه اللحظات هو شوطنا الأول للإذاع من المسافة الأربعة كيلومترات. نتمنى التوفيق على هذا أيضا التحديات المتواجدة وهذه الشعارات القادمة وأيضا الإعدادات الكثيرة المشاركة في هذا الشوط. سير في مقدمة هذا الشوط اللي ينطلق هناك في المقدمة الضبي سعيد بن علي بن سعيد الوهيبي مع المركز الأول المركز الثاني الشهنية محمود بن سليمان بن سالم الوهيبي على ثاني المراكز والمركز الثالث القادم مع المركز الثالث والوصول من الشهنية حمد بن علي الوهيبي من ينطلق على المركز الثالث والمركز الرابع الواصل شوهين بدر بن سالم المالكي على المركز الرابع والمركز الخامس. هنا شعار علي بن صبيح الوهيبي منطلقا على المركز الرابع والمركز الخامس القادم فرح سعيد بن مبارك بن علي الوهيبي. هذه النتيجة للخمسة واربعة مراكزنا الأولى المتقدمة في هذه اللحظات. أعود إلى المركز الأول إلى الصدارة إلى القيادة هذا الشوط الكل مع المراكز الأولى. نبي نعرف هذه التحديات الجميلة والتنافس هناك من أجل الانتصار. هنا مع المركز الأول انطلقت هنا الشهنية نحو المركز الأول محمود بن سليمان الوهيبي في الصدارة هذا الشوط. المركز الثاني الضبي سعيد بن علي الوهيبي القادم مع المركز الثاني والمركز الثالث القدوم مع ثالث المراكز والوصول أيضا مع الشاهنية حمد بن علي الوهيبي اللي ينطلق في هذه اللحظات المركز الثالث. هنا الأسماء المتواجدة والقادمة والمنطلقة شوهين بدر بن سالم المالكي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى شوط الإذاع الأول. أين يتجه سيبغم يغادر؟ هنا مع هذه الشعارات العمالقة المشاركة يا سلام الكل يسعى من أجل الانتصار في هذا الشوط الجميل وفي هذا الشوط المثير. لكن الوصول من الضبي سامي بن حمد الوهيبي ينطلق في هذه اللحظات. أعود إلى المركز الأول إلى الانطلاق الجميل والتحدي المثير. انطلق هناك وعود إلى الشهنية محمود بن سليمان بن سالم الوهيبي ينطلق ويتقدم مع المركز الأول بهذا التحدي الرائع والمميز ما شاء الله على هذا الشكل الجميل. المركز الثاني خطيرة الضبي ايضا هنا خطيرة للغاية كل الاسماء خطيرة بالفعل. سعيد بن علي بن سعيد الوهيبي لكن بدأ الزحف على هذا الشوط. التقدم هناك من الشواهين علي بن محمد المالكي اللي دخل الدخول مميز في هذه الامتار الحسمة. ولكن القادم ايضا هناك مع المركز الثالث القادم مع المركز الثالث الشاهنية حمد بن علي الوهيبي. لكن أعود إلى صدارة الشوط يا متابعين يا مشاهدين الحاضرين. هنا الصدارة والقيادة هناك مع المركز الأول شواهين علي بن محمد المالكي من انطلق نحو الناموس والانتصار في هذا التحدي الجميل وفي هذا الانطلاق المميز الذي انطلق به الكل من أجل الانتصار في هذا الشوط. منطلقون من أجل المنافسة هنا ومن أجل الانتصار والتحدي المميز. انطلقت هناك مع المركز الأول وبقيادة ومتابعة شواهين علي بن محمد المالكي ينطلق في هذه اللحظات مع المركز الأول. المركز الثاني شواهين أو شهنية نعم محمود بن سليمان بن سالم الوهيبي. ولكن أعود إلى الصدارة يا أخواني أعود إلى الزحف إلى التحدي إلى الانفراد إلى الإنجازات. وأيضا هناك مع المركز الأول من تتروح مع الصدارة تطير في هذه الأجواء الكيلومتر الأخير شواهين علي بن محمد المالكي من يتقدم في هذه اللحظات منفردا في هذا الشوط الجميل وفي هذا الشوط المثير. المركز الثاني الشهنية
محمود بن سليمان بن سالم الوهيبي ينطلق على المركز الثاني في هذا الانطلاق المميز. المركز الثالث ايضا متعب سالم بن حمد المالكي، لكن الصدارة هذا الشوط انطلق هناك مع المركز الاول ومع الصدارة. خلاص 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 خلاص، هذا هو التحدي الجميل. شواهين مع المركز الاول علي بن محمد المالكي من تنتزع ناموسي هذا الشوط مهديا لهذا الشعار بدون اي اوامر ولا تعليمات ضمن سجلها الحافل المليء بالانجازات. تضيف الانجاز هذا ضمن هذا المهرجان مهرجان بن طويرش. الشوط الاول الاذاعه يسجل باسم شواهين علي بن محمد المالكي بدون اوامر ولا تعليمات. تذكر من مالك هذا الشعار ومتابع لهذا الشعار ولا منافس على الاطلاق. تهانينا على هذا التالق الجميل والتالق المثير. اسعد الله صباحك ابو شاب على المتابعه في هذا الشوط وعلى هذا التكتيك الرائع. تهانينا والناموس بدون اوامر حتى هذه الامتار الاخيره. المركز الثاني كانت على المركز الثاني حامله رقم 4 ايضا حمود بن علي الهنائي، والمركز الثالث بشعار الشهنيه محمود بن سليمان الوهيبي. توقيت الزمني هذا الشوط 6:33 او 6:37 جزء من الثانيه، والتوقيت الزمني لهذا الشوط.